تيقولوا المناسبة شرط، والمناسبة هي عرضة من مجموعة من الإخوان الأساتذة جزاهم الله عنا كل خير بثانوية محمود التأهيلية لوجبة غداء بمكان جميل ورائع. سبق لي مشيت ليه عدة مرات وصورت فيه شريط للتعريف به وبالمنطقة، ألا وهو مقهى ومطعم موج. هذا المقهى هذا اللي كيتوجد في مكان جبلي بامتياز تابع الجماعة ثم العنصر، فهو يبعد عن بني ملال بحوالي 9 كيلومترات في اتجاه جبل تسميط. طريق معبدة لكنها تحتاج إعادة هيكلة نظرا للعدد الكبير ديال السيارات اللي كيمر منها كل يوم في اتجاه قبائل عدة، خاصة أي سعيد وعلي وأي داود وعلي وأي عبدي. والمقهى كيجمع ما بين الأصالة والمعاصرة وكيقدم للزبناء ديالو كل ما يحتاجونه من أكل وشرب. كيتوفر على أماكن للعب الأطفال رغم بساطتها، والأجمل طبعا فيه هو الطلة البهية على جبال موج الشامخة. وطبعا كان من الممكن يتطور بشكل جيد، لكن سنوات الكوفيد حالت دون ذلك. وطبعا كنتمنوا في السنوات القادمة تنشط الحركة وتضاف أماكن خضراء وفضاء ترفيهية، ولما لا متحف لعرض الأثاث والأدوات الفلاحية والمنزلية الأمازيغية للتعريف بتراث المنطقة. السنة الحميدة اللي سنوها أساتذة ثانوية مع حمو في نهاية كل سنة دراسية، واللي هي بمثابة استراحة محارب، واللي كيجتمعوا فيها لتمتين تلك الروابط الأخوية واللي كتجمع ما بيناتهم طوال السنة. والجميل هو أن صاحب المقهى وبعض العاملين فيها من قدماء تلامذة الثانوية، الشيء اللي يجعل اللقاء يكون عنده طعم خاص. وكان لي كذلك فرصة للتعرف على أصدقاء جدد، وفضل كارجع للأخ ديالي الأكبر واللي اشتغل سنوات عدة بهذه الثانوية حتى تقاعدي، واللي مازال عنده علاقة قوية مع الطاقم الإداري والتربوي للثانوية مع حمود التأهيلية. Thank you.
كيتعتبر الزقوم من النباتات اللي كتزهر في شهر يونيو، والأزهار ديالو كتكون صفراء فاقع لونها، كتجعل من الجبل لوحة فنية ربانية رائعة. وإضافة لجمالها الأخاد، فهي تنتج غذاء للنحل وحشرات أخرى. وكثير من الناس كيربطوا ما بين هذه الشجرة هذه والتي ذكرت في القرآن، وطبعا على الرغم من قول بعض العلماء بأن هذه الشجرة في الدنيا، إلا أن الأرجح أنها في النار فقط ولا يوجد لها أصل في الدنيا. وقد قيل أن الزقوم جاءت من التزقم، والتي تعني الجهد والشدة في أثناء البلاء، أي الابتلاء بصعوبة. Thank you.
انتهت الصبحية ديالنا ونخليكم مع جزء من حفل تكريم تلة من الأساتذة الأخيار المتقاعدين ثانوية معها حمو، ومن بينهم الأخ ديالي طبعا واللي عمرو فضاءات هذه المؤسسة وأتو أركانا لسنوات وعقود، وهي أغنية طلع عليها الزيارة للمغنية المغربية الأصيلة غيتا بن عبد السلام، ومن أداء فرقة صول للموسيقى لرئاسة الأستاذ عبد السلام غايور، وإلى فسحة أخرى إن شاء الله. Thank you.